ربنا. احنا بننزل الرئيس الشيش اللي ما اشتغلش يشيله. اللي ما اشتغلش بالوزراء يشيله، الرئيس السيسي اللي احنا انتخبناه وقفنا طوابير يشيل الناس اللي نايمه. يتشال ديت لما تكون احنا واقفين والله ما معانا واحد مسؤول، الصحفيه اللي معانا كلها اهالي الميتين. ما يكون الحريم ده كله قاعد كده بالليل وبالنهار في قلب الرماد، ده يرضي ربنا يا جماعه. من الاصناف دي كده اللي هو زي ابني ده، اللي زي ابني ده اكتر من 70 واحد ميتين، اللي بقول لك 10 و20. 70 واحد ده 300 وشويه. انا مش عاوز اتجوز، انا بقول على اللي شفته، اللي انا شفته في الثلاجات اكتر من 70 واحد. كيف في اكتر من 200 واحد؟ 150 يرضى ربنا الكلام ده، يرضى ربنا. يلا بقى نروح على شيء، اطفال ورجاله وبنات. يلا بنروح على شيء. انا شفت بنات في قلب الثلاجات ميتين. طب يجي لنا مسؤول؟ الكلام ده من الساعه 5 امبارح بالليل الفجر. في مسؤول جه هنا في وسطنا؟ في واحد جوه الجهنة؟ واللي جاب الجثث الساعة 5 الأهالي الصيادين اللي هم بيرزقوا رموا السمك ودوروا على الجثث وطالعين دلوقتي يدوروا على الجثث. أنا اسمي أحمد يونس. بكلك ابن أو ابن أخوي. أنا ليا ابن أخوي. ابنك يعتبر ابنك؟ ابني. ابن أخوك ما هو ابنك. ابني وابن أخوي. بقالنا يومين بليلة قاعدين على الشط. بنجري نروح المستشفى والجرينا لفينا المستشفيات المحافظه بحالها. مصر دي لازم تيجي ولازم معانا ست معانا ست عربيات لفينا جميع مستشفيات المحافظه بحالها وما لاقيين مش لاقيين الجثه بتاعتنا لغايه دلوقتي. خلال وانت بتلف شفت ايه في المستشفيات؟ شفنا مصاريف، شفنا جثث مفتوحه، شفنا ناس افارقه وناس مصريين، وشفنا حريم وسوريين. شفنا جثث ياما من جميع الاشكال. الباشا اللي عاوز يشوف المهازل فينا يطلع على مستشفى دمنهور دلوقتي، وانا مسؤول على اللي بقوله. انا مسؤول على كل كلمه بقولها. بالله العظيم 12 جثه مقطوعين. مستشفى المحموديه اتنظر جثه. طب الجثث دي انا مش جنبها بتقربوا لها؟ ورحت ايدكو المحمودية. ورحنا بحمص ورحنا قصر الدوار ورحنا دمنهور مرتين بالليل. طب ورحنا بحمص كتير على مصر لما يعملوا تلاجة شيسي 12 واحد. كل ما بيقولوا لنا الناس في جثث لفينا جميع المستشفيات بتاعت مرمين فين؟ بتاعت مين في المحافظة؟ خشب دمنهور مفتوحين من اول هنا لحد هنا. شفت ال 12 جثة مفتوحة من هنا؟ شفت الانسان اللي محطوط تحت الشباك بيكونش بيعملوا